وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان. سعادة السفير، كلمة والتوجيه بهذه المناسبة بمناسبة العيد الوطني العماني 52. احتفال بالعيد الوطني العماني 52 المجيد أقامت سفارة مملكة البحرين في السلطنة بالتنسيق مع جمعية الصداقة العمانية البحرينية احتفالا بهذه المناسبة، والتي يعني تعبر على أواصر المحبة وشاج الغربة التي تربط بين الشعبين الشقيقين. وكانت هناك فقرات يعني معبرة من خلال برنامج الاحتفال عن صدق هذه المشاعر. وحضر الاحتفال أصحاب السمو من السلطنة، وأيضا كبار المسؤولين وأفراد من الشعب العماني والبحريني المقيم في السلطنة. فكان احتفال رائع حاز على رضا الأخوة الحضور المسؤولين، وكان هناك تقدير من الأخوة في سلطنة عمان على هذه المبادرة التي يعني قامت بها للسفارة للاحتفال والمشاركة الشعب العماني في عيد المجيد. نعم، سعادة السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان، شكرا جزيلا لك.